الشرق المتوسط، وايضا تناولنا باسهاب العلاقات الثنائيه، العلاقه الثلاثيه المصريه اليونانيه الروسيه، القمه القادمه الثلاثيه ومجالات التعاون التي تم اعتمادها خلال القمه الثالثه السابقه، والاهتمام بان تكون القمه القادمه مثال لتفعيل مجالات التعاون اللي تم الاتفاق عليها فيما بين رئيس الوزراء اليوناني ورئيسين مصر وقبرص. نحن نثمن كثيرا درجة التفاهم والدعم المتبادل القائم بين مصر وقبرص في إطار علاقتنا مع المؤسسات التي ننتمي إليها في حالة قبرص الاتحاد الأوروبي، والتفاهم القبرصي للتطورات في مصر وأهمية تحقيق الاستقرار في مصر وتوضيح الصورة إلى الشركاء الأوروبيين في إطار الاتحاد الأوروبي للتفاعلات الداخلية في مصر، وأيضا التحديات الإقليمية التي تواجه مصر وضرورة تكثيف علاقات التعاون بين مصر في إطار علاقتها الثنائية مع دول الاتحاد، وأيضا في إطار علاقتها المؤسسية مع الاتحاد الأوروبي ودول المجتمع. First of all, he has made a request for a political asylum, and this was turned down. Now he is friend of the courts, and the deliberations of the courts are expected to be completed by during this month, and then the deliberations, I mean the decision of the court, will be announced mid-September. Court permitting, there is no reason why there should be no extradition. I'm talking a little bit cautiously because you understand that the case being in front of the court, I don't want to give any grounds to make it appear as a political interference on our behalf,